قام معالي الدكتور عبد الله بن احمد الخليفه وزير المواصلات والاتصالات بزياره عدد من الاجنحه ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2024 حيث اطلع على الشركات المشاركه واستمع الى شرح مفصل عن مختلف الانشطه والتقنيات التي تقدمها وخلال الجوله اشاد معالي الوزير بالتطورات التقنيه والعروض المبتكره التي تعرضها الشركات المحليه والدوليه. مؤكدا اهميه مثل هذه المعارض في تعزيز التعاون والشراكات بين الجهات المعنيه بالقطاع الجوي وفي تعزيز تبادل التجارب والخبرات وافضل الممارسات واوضح معالي الوزير ان مشاركه الشركات في هذا المعرض تساهم بشكل فعال في دفع عجله التقدم في قطاع الطيران وتوفر فرصا جديده للاستثمار مشيدا بالمشاركه المتميزه لكبرى الشركات المتخصصه في هذا المجال بما يعكس مدى ثقتهم بالتواجد المستمر في نسخ المعرض وبما يدعم تطلعات المملكه لترسيخ تواجدها كمركز اقليمي في مجالات الطيران والتكنولوجيا المتقدمه